في المختفي، مسلسل المختفي، الدور ديالك فنيده، لقى نجاح كبير وبزاف ديال الناس عجبهم. كيفاش جاك الراي ديال الناس؟ كيفاش التفاعل ديالهم مع الدور ديالك؟ تطفنيدة هو بحكم انه دور تراجيدي نوعا ما، فمني انا قدمت قبل ادوار تراجيديه ولكن ماشي بالشكل ديال تطفنيدة. فدائما نفس الشيء، انا كنكون خدامه وعندي تخوف وقابطني لو تخاك واش غيعجب الناس واش ما غيعجبهمش، والرعده والخرعه قابطاني من يدي حتى لراسي، ما كنرتاح حتى كنشوف العمل في التلفازه. صراحه تفاجات جدا بكم التفاعل ديال الناس مع الشخصيه، تفاجات وكانني مقدمه شخصيه لمده 30 حلقه، رغم انها كانوا غير اعتقد خمسه الحلقات، وكيفاش تركوا اثر في نفس الجمهور المغربي. انا كنت فرحانه بزاف وعجبني الحال، لذلك هذا هو اللي حنا باقيين كنهضروا عليه، هذا هو اللي كيخليني دائما ملي كنبغي نقدم شي شخصيه عاوتاني كيشدني هذاك الضحك، وكنخاف كنقول واش غنكون بنفس نجاح الشخصيه اللي دازت ولا لا. سجينة ماشي ساهل، شنو الصعوبات اللي لقيتي؟ الصعوبات اللي لقيت على المستوى النفسي، على مستوى الابعاد النفسيه للشخصيه، لان كيفاش غتجسدي دور ديال وحده اللي هي ملي قتلت دفاعا عن النفس وعن الشرف، هذا واحد. ثانيا محكوم عليها ب 30 عام، وفي نفس الوقت لم تفقد الامل، رجعت كملت قرايتها. يلا حنا راه هي قبل راه كانت خدامه غير في معمل، ما كانتش قاريه مزيان، كملت قرايتها. وهنا كنعطوا واحد، اولا كنعطوا امل للناس، ثانيا كنعطوهم واحد، ما بغيتش نقول موعظه بقدر ما هي هناك امل، هناك خاصك تحت الشاغل. السجن ماشي نهايه العالم، مشاكلك في الحياه ماشي نهايه العالم، الوفاه، الموت، شي حد قريب عليك ولا هادي ماشي نهايه العالم، ايا كانت المصيبه ليست نهايه العالم، ممكن انك تبدا من جديد. وهذا الشيء اللي دارت شيماء او تطفنيدة، انها رجعت كتقرا وكتقرا القانون، لان هي في نظرها هذاك القانون ظلمها. هذا تفكرت غنبكي، فتطفنيدة ظلمها القانون، هي دفعت على نفسها والقانون لم ينصفها، فقررت انها تدرس هذاك القانون اللي ظلمها وزج بها في السجن لمده 30 سنه. شخصيه باقا مأثره فيك؟ اكيد مأثره فيا بزاف فنيدة. كنشوفوا شويه زياده في الوزن، واش نسيتكم ديال نائب الرئيس هو اللي يعني على قبل وزنتي في الوزن؟ لا لا لا، غير الدواء والستريس وهذه ما كاينش. لا غنكذب على الناس نقول لهم غلطت على قبل البيرسوناج. لا كنشوفوا دابا وليتي في مواقع التواصل الاجتماعي كتشاركي مع الناس بزاف د الحاجات، وكنشوفوا دابا المشاكل اللي ولاو في مواقع التواصل الاجتماعي، انت كيفاش كتقدري تحمي بنتك من هادشي اللي ولينا دابا تنشوفوا؟ ببساطه ان شوف انا نقول لك، اي موقع ديال التواصل الاجتماعي كيعطيك داكشي اللي انت كتقلب عليه. ملي كيطلع لك واحد الفيديو مثلا خايب وكتبقى تفرج فيه، راه غيبقاو يطلعوا لك الفيديوهات الخايبه. سي خوارزميات، هذاك الشيء خوارزميات، كيشوفك انت اليوتيوب كيشوفك كتفرج غير في هادو، غيبقى يطلع لك غير هادو. من انت كتتبع قنوات علميه، كتتبع قنوات وثائقيه، كتتبع قنوات اخباريه بين قوسين اللي تستحق ان تتبع، ماشي التي تتاجر بالاخبار. ملي كتتبع قنوات ترفيهيه بشكل يعني بشكل لائق، أو تحترم عقلك وتحترم تقاليدك وتحترم عاداتك وتحترم دينك وانتمائك وهويتك، صدقيني لا سواء لا التيك توك لا الانستغرام لا اليوتيوب، كلهم كيعطوك داكشي اللي كتفرج فيه. حنا متبعين أشياء زوينة، لا أنا لا بنتي كيطلع لينا غير داكشي. أنا بعض المرات كيقولوا لي واش شتي هذه، هو فلانة دارت وفلانة، كنقول من هادشي ما كنشوفوش. كيقولوا لي واش أنت عندك شي يوتيوب آخر غير هذاك اللي عندنا حنا؟ تقول لي مره اليوتيوب ولا اي منصه اجتماعيه كتطلع لك داكشي اللي كتفرج فيه. الهام عزيز، في رمضان دابا حنا مقبلين على رمضان، كيفاش داير الروتين ديالك في رمضان؟ كتبغي تبقاي في الدار؟ صراحه كنبغي نبقى في الدار في رمضان. انا عاده بيتوتيه من غير رمضان، كيعجبني ندوز رمضان في الدار. مي هذا العام ان شاء الله حنا غندوزو في بلاطو حيت باقيين خدامين. رمضان بالنسبه لي كباقي الايام، الاختلاف اللي كاين هو تكثيف العبادات نوعا ما، يعني كيتزاد واحد شويه الصلاه، كتزاد النوافل وكتزاد مجموعه من الاشياء. ورمضان فرصه، ما عرفتش انا رمضان واحد القضيه عندي معاه، واحد الرابط وعندي معاه واحد العلاقه ما نقدرش نوصفها لك في جمله ولا عمر اللغه، ما ستسعفني باش نقول لك علاقتي برمضان. انا رمضان عزيز عليا وصافي. غتفتقدي شي حاجه في رمضان ولا لا؟ كلشي كاين الحمد لله. عارفين راه الناس كلهم عارفين، ماشي مشكلة. شكرا، كلمة أخيرة. شكرا لكم ومرحبا بكم جيتوا عندنا اليوم. شكرا لكم كاملين.
الله عليك، شكرا إلهام.